نحييكم من صوت لبنان ونقدم نشرة أخبار الخامسة والربع مع ألان صغيب عيسى، ميشيل الصيفي وجوزيف كريم على التنفيذ. العناوين: سامي الجميل: البلد لن يصمد إلى نهاية العام، وهذه موازنة الضرائب على الناس. وقت يقولوا أنه ما رح يغلى عم يكذبوا على الناس، تيقدروا الشباب يمولوا كل الزبائنية تبعهم ويمولوا الفساد تبعهم. البنك الدولي: إقرار لبنان للموازنة خطوة أولى جيدة. تعليق رحلات أوروبية إلى القاهرة لأسباب أمنية. بريطانيا سترسل تعزيزات إلى الخليج. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. أقرت الموازنة برفع الأيدي وحتى ليس بالمنادات قياما وجلوسا، وكأن المطلوب أن تبقى الدولة في حالة التباس في غموض غير بناء، خصمها المعرفة وعدوها الشفافية. هكذا خرجت الموازنة من الحكومة بإجماع الوزراء، ودخلت مجلس النواب عرجاء تخلى عنها بعض أهلها أو لقيطة كما خلع اللقب عليها وزير المال. وإذا ما صار التفتيش في أوراق مجلس النواب لتم العثور عام 2012 على اقتراح قانون من النائب سامي الجميل وزملائه بتعديل المادة 36 من الدستور والمادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بما ينقل التصويت من غوغائية رفع الأيدي إلى تقنية التصويت الإلكتروني، ولكن الاقتراح نائم. وهكذا انتهى عصف الأرقام في مجلس النواب، والموازنة صارت من الماضي، أما الحاضر والمستقبل فضرائب وأيضا ضرائب ودائما ضرائب. وبدل وقف الهدر قصد الشباب جيوب الناس بحثا عن فلس أرملة أو قرش يتيم أو لقمة جائع أو ادخار رب عائلة. موازنة العام 2019 هي موازنة الضرائب على الناس، وكاذب من يقول عكس ذلك. الكلام لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل، ومن لا يصدق فليقصد السوبر ماركت أو دكان الحي ليدفع من اللحم الحي 3% وأكثر. الجميل الذي كان يتحدث للMTV قال أن الدولة أخطأت مرتين مع الجيش ومع الموظفين الشرفاء والسواد بين الإدمة والأزعر. ضبط المعابر غير الشرعية هيدي إذا بيسكروها وبيطلبوا من الجيش يسكرها، ما بيقعدوا بحاجة ولا ينتقصوا من حقوق الجيش ولا يعملوا ضرائب على الناس، لأنه بمجرد أن سكرت المعابر غير الشرعية عندك بين 10-15% زيادة على المدخول. ما عم نحكي بعد عن التهرب بالمعابر الشرعية، عم تحكي كمية هائلة من المال رح تفوت على الخزينة. وتاني شغلة هي الوظائف الوهمية. وجدد الجميل دعوة وزراء القوات إلى الاستقالة وخلص إلى التحذير: إما الإصلاح الجذري أو الانهيار. ما بدي هلأ أرجع فوت بهيدا الجدال، بدي بس أقول أنه إذا بتبقى جوا أنت شاهد زور، إذا بتبقى جوا أنت بتكون شريك بهيدي الجريمة. إذا ما بدك تدق بالأساس بتكوني عم بترقعي. مشكلة أكبر بكتير من هيك، نحن بوضع خطير. أنا حذرت بالمجلس إذا ما نعمل شيء جذري ما بعرف إذا بضاين البلد لآخر السنة. وفي حديث إلى تلفزيون الجديد تحدث الجميل عن التصويت الإلكتروني: ما ممكن ولا أي لبناني يقدر يعرف كل نايب شو عم بيصوت ويحاسبه على أساس تصويته إذا ما بيعرف هالنايب كيف عم بيصوت. قدمت أنا اقتراح بتعديل نظام داخل مجلس النواب واعتماد التصويت الإلكتروني بالتصويت على المواد. قطع كذا جلسة
ما كان ينحط على جدول أعمال. طلبت الكلام أنا بأول جلسة وقلت دولة الرئيس أنه هالقانون هيدا أنا قدمته بناء على طلبك، قدمته بتمنى ينحط على جدول أعمال الجلسة تنصوت عليه ونصير نستعمل هالمكانات يلي اشتريناهم ما بعرف ليه يعني. فقال لي إيه بس هالموضوع بده تعديل دستوري. قلت له ليه بده تعديل دستوري؟ قال إيه لأنه الدستور بيقول أنه كمان في مادة بتقول أنه التصويت على القوانين بصير برفع الأيدي. فجمعنا بعضنا 10 نواب وقدمنا تعديل دستوري. هذا الموضوع بال 2012. وزير المال علي حسن خليل أكد أن المهم الآن تحضير موازنة للعام المقبل، وإذا حصلنا على ثقة أكبر من المجتمع الدولي ودخلنا في عمل إصلاحي نستطيع أن نصنع فرقا كبيرا لمستقبل البلد. وزير المال أشار إلى أن المشكلة في البلد أن هناك الكثير من التحويلات المالية التي كانت تأتي من الخارج قد تراجعت إلى حد كبير، وقال إن الالتزام الدولي بلبنان ما زال قائما، وليس من السهل اليوم بمستوى تصنيف لبنان أن نجد جهات خارجية عندها التوجه والنية لتمويل المشاريع. علي حسن خليل الذي كان يتحدث خلال استقباله وفودا في منزله في الخيام تحدث عن إمكان الوصول إلى تفاهم حول حادثة الجبل، وقال إن الاتصالات استؤنفت ويجب إقرار مصالحة بالتوازي مع المتابعة القضائية والأمنية والسياسية. النائب الياس حنكشوة في حديث لبرنامج كواليس الأحد من صوت لبنان حدد مكان من الخلل في الموازنة، مشيرا إلى أن حزب الكتائب يدرس إمكانية الطعن بها. مسرحية كتير كبيرة صارت بهالثلاث أيام، ومن خارج الأرقام أنا اللي بيهمني هي احكي بقانونية وبدستورية هالموازنة اللي ضربت بعرض الحائط كل المفاهيم والأعراق والقوانين بالتسديد. وهي هون المشكلة، وهالمزحة يلي اسمها قطع الحساب يلي صار لنا 3 سنين من نوع الناس انه والله هالسنة رح نعمل قطع حساب وهالسنة، وهن ذاتهم الموازنة اليوم منا صعبة ينفعل فيها لا هي ولا موضوع تأجيل 6 شهور لقطع الحساب، ولكن نحن بدنا ننطلق يعني هي احدى الخيارات المتاحه قدامنا، ولكن بدنا ننطلق نحن كمان من واقعيه ونشوف شو اثرها وشو تاثيرها اذا نحن رحنا على الطعن واذا نجحنا بالطعن. النائب علاء عون رحب عبر البرنامج عينه باقرار الموازنه على الرغم من كل الثغرات فيها. ما رح يتطبق الدستور بحياته بالماده 87 انه نفوت قطع حساب قبل الموازنه الا ما نخلص هيدا اللي عم نعمله. طيب هلا نحن بدل ما نطلع على نص الكبايه المليان يعني اعاده الحسابات رجعت تكونت وضعات الحسابات انعملت، بعد باقي عندنا هال 100 متر الاخير اللي هو التاريخ، في ابو ما خلصوا قبل الموازنه، في عندنا خيار بين السيء والاسوء. الشيء هو انه نمشي الموازنه هلا وننطر التدقيق يخلص حتى نصدع اضعاف الحسابات، والاسوء هو لا الموازنه ولا قطع حساب او تسويه على اضعاف الحسابات ونقول مثل كانهم لا عفى الله عما مضى. نحن يلي عملناه تحديدا صحيح اجرائيا وتقنيا فيك تاخذ ما اخذ بدك يعني، انما حقيقه واقعيا بكل موضوعيه هو بالعكس حمايه للدستور. المدير الإقليمي للبنان والشرق الأوسط في البنك الدولي ساروش كومار أن لبنان أقر موازنة تهدف إلى تحقيق تخفيضات مالية معبرة في العجز والإنفاق، معتبرا أنها خطوة أولى جيدة. الموازنة فرضت ضرائب على لوحات السيارات المميزة، فكيف ستنعكس هذه الضرائب ومتى يبدأ التنفيذ؟ مجدلين عيد. في وقت ما زالت أبواب الهدر مفتوحة تقر ضرائب لتقطيع موازنة قد لا تكون إيراداتها كافية، ومن أبرز هذه الأمور فرض رسوم سير إضافية على السيارات الخصوصية التي تحمل لوحات من 3 أو 4 أو 5 أرقام أو ما يعرف بالأرقام المميزة. فكيف علق وزير الداخلية السابق مروان شربل على هذه الخطوة؟ يا ستنا لو هني حريصين حقيقة أو غيرانين على عملية الدولة ما كانوا رفضوا لي الاقتراح اللي أنا عملته وأسكنت وزير إنه ليش الوزير بيعطي أرقام سيارات مميزة ببلاش. عملت اقتراح ينون ورفضوا لي، ولو هني حريصين كمان أكثر من هيك كان من سنة 1998 وقت اللي بلشوا يعطوا بوزارة الداخلية أرقام ببلاش، ليش ما قالوا للوزير إنه ممنوع تنعطى مفروض ياخذوا حقها بلا هالأرقام؟ بسوء الحظ نحن بس ننحشر منبلش، بس هذا الموضوع انعمل غصب عنه لأنه كثير ما بدهم كثير ما بدهم، ولو ما مالية الدولة متعسرة ما كان انعمل. وعن الإيرادات المتوقعة قال شربل وأن يكون المبلغ القليل بدهم يلموه مش كافي،
بس تقدر الدولة تحصل بشكل أو بآخر. بس أنا بقول لهم هلا بكل صراحة بعد في محافظتين، هالمحافظتين فيهم يفتحوا لهم أرقام سيارات عكار وبعلبك الهرمات. عندك هلا الغرامات اللي بتندفع سنوية مع لما بدك تعملي ميكانيك سيارتك، يعني عندك فوق المليون رقم. بدك في إمكانية، إن تحسن بس مش هالقد. أما عن بدء التطبيق شرح شربل، بس ينشر المرسوم بالجريدة الرسمية، تبلغ وزارة الداخلية، وزارة الداخلية بتبلغ هيئة السير، وببلشوا وقت اللي الشخص اللي بده يعمل ميكانيك وسيارته أرقام 3 حروف أو 4 حروف مميزين أو 5 حروف مميزين حسب الجداول اللي معمولة. مجلس النواب أقر رسما سنويا مقطوعا على لوحات السيارات ذات الأرقام المميزة يتراوح بين 100,000 ويصل إلى 750,000 ليرة لبنانية. مجدلين عيد، صوت لبنان. وفي تغريدة عبر تويتر، طلبت وزيرة الداخلية ريال حسن ممن يريد رقما مميزا لسيارته عدم الاتصال بأي وزير أو نائب، لأن باستطاعة أي مواطن أن يحصل على الرقم الذي يريده إذا كان متوفرا، وأن يشتريه بكل شفافية. وأوضحت أن الأرقام ستنشر على صفحة وزارة الداخلية مع أسعارها ورسمها السنوي. ودعت الحسن كل من يملك رقما مميزا إلى وجوب دفع رسم سنوي. بعد الفاصل قداس عيد مار شربل بحضور رئيس الجمهورية. جمعوا لحن وكاس وناس نص جون يا لبنان، لقونا بنص جونيه لنحتفل مع مانيل مالات و كريستيا ابو عني 19 تموز، جي داي تروكس 20 تموز، ايفون الهاشم 21 تموز، زاف اند باند 22 تموز. رقص وغني يا لبنان. ما هو واقع الإنترنت في لبنان؟ ولماذا الشركات الخاصة تقدم الخدمة والسعر الأفضل؟ كيف استثمرت استقلالية أوجيرو؟ وماذا عن الخط الأرضي والتوظيف العشوائي والاعتراض على تخفيض الموازنة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدي الاثنين بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يأمل إخراج لبنان من أزماته لينعم بالاستقرار الذي هو أحوج ما نحتاج إليه. تقرير جوزيفين أبي غصن. وجه لبنان في العالم القديس شربل جمع اليوم المؤمنين في عيده في دير مار مارون عناية في قداس ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وعدد من النواب، قائد الجيش وحشد من الشخصيات السياسية الاقتصادية والأمنية والدينية. البطريرك الراعي صلى على نية استقرار لبنان. نصلي إلى القديس شربل قديس لبنان بامتياز كي يشفع من أجلنا لدى الله ومن أجل وطننا بشعبه ومؤسساته، لكي تقود سفينة البلاد بحكمة وحزم، وتعملون على إخراجه من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، فينعم بالاستقرار الذي هو أحوج ما يحتاج إليه اللبنانيون. وبعد القداس تقبل البطريرك الراعي والأبات عمطلة الهاشم التهاني بالعيد. من دير مارمارون عناية، جوزيفين أبي غصن، إذاعة صوت لبنان. سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر متى ستحسم السلطة أمرها وتتسلم باقي المطلوبين في حادثة البساتين. يعمل وزير العدل ألبير سرحان على آلية لتطبيق قانون لعودة الفارين اللبنانيين إلى إسرائيل، ويناهز عددهم 3400 شخص، 90% منهم هم من مسيحيي الجنوب. وتذكر الشرق الأوسط بأن حزب الكتائب تقدم عام 2012 باقتراح قانون عفو عن اللبنانيين في إسرائيل، بحيث يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 كانون الأول سنة 2000، فتسقط دعاوى الحق العام والأحكام والمحاكمات كافة وتكافأ التعقوبات. إلا أن الاقتراح لم يسلك طريقه إلى الإقرار. وتضيف الصحيفة أن حزب الله ينتظر ما سيقدمه وزير العدل ليبنى على الشيء مقتضاه. لفت وزير الصحة جميل جبق إلى أن إحصائيات وزارة الصحة ترصد تفشي المخدرات في المدارس والجامعات والمقاهي
وفي كل مكان، مؤكدا أن حرب المخدرات أخطر بكثير من الحرب العسكرية والسياسية. استأنفت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام يوما واحدا، على رغم استمرار تعليق الخطوط البريطانية جميع الرحلات إلى العاصمة المصرية لمدة أسبوع كإجراء احترازي. وقال متحدث باسم الشركة البريطانية أن الرحلات الجوية إلى القاهرة علقت لمدة 7 أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم للترتيبات الأمنية. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الحذر وبعد النظر هما السبيل الوحيد لتهدئة التوتر بين بلاده وبريطانيا بعد احتجاز طهران لناقلة ترفع العلم البريطاني. وقال ظريف على تويتر: بعد فشله في جذب دونالد ترامب إلى حرب القرن وخشية انهيار فريقه، يسمم جون بولتون أفكار المملكة المتحدة أملا في جرها إلى مستنقع. وقد وصفت بريطانيا احتجاز إيران للناقلة ستينا أمبيرو في مضيق هرمز يوم الجمعة بأنه عمل عدائي. إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني بقيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، معتبراً أن ما قام به الحرس الثوري رد على القرصنة البريطانية. في المقابل، وزارة الدفاع البريطانية أعلنت اليوم أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج بسبب زيادة المخاطر، وأكدت أن بريطانيا ملتزمة بوجود عسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً، ولفتت إلى القلق إزاء احتمال نشوب صراع داعية إلى تهدئة الموقف. في الموازاة، أفادت وكالة رويترز الأنباء بأن وزارة الخارجية الإيرانية ثمنت إفراج السلطات السعودية عن ناقلتها النفطية هابينس، وتوجهت الخارجية الإيرانية بالشكر من كل من سلطنة عمان وسويسرا على جهودهما في هذا المجال. وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات السعودية أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية هابينس 1 التي أصابها عطل فني في أواخر نيسان الماضي وكانت متوقفة في ميناء جدة لإصلاحها. أكد وزير النفط الإيراني أن صادرات بلاده النفطية لم تتأثر بحوادث الناقلات في الخليج، واعتبر أن الآلية المالية الأوروبية لن يكون لها أي قيمة إذا لم تنقل أموال النفط الإيراني. قال حزب النهضة الإسلامي في تونس أنه رشح رسمياً زعيمه راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع لأنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد. وعاش الغنوشي في المنفى في لندن نحو 20 عاماً خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويلعب الغنوشي دوراً كبيراً في البلاد منذ ثورة 2011، لكنه لم يترشح لأي منصب رسمي. والآن نبقى مع صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا. إذن سامي الجميل، البلد لن يصمد إلى نهاية العام، وهذه موازنة الضرائب على الناس. وقت يقولوا أنه ما رح يغلى عم بيكذبوا على الناس، تيقدروا الشباب يمولوا كل الزبائنية تبعهم ويمولوا الفساد تبعهم. البنك الدولي إقرار لبنان للموازنة خطوة أولى جيدة. تعليق رحلات أوروبية إلى القاهرة لأسباب أمنية. بريطانيا سترسل تعزيزات إلى الخليج. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.